الطريق، ننطلق مع هذه الأشواط المفتوحة مباشرة، أتقدم مع الصدارة مهابة على المركز الأول، سالم بخلفان بالعري الكتبي على المركز الأول من الجانب الآخر، وتابع أفعال حامد بن ناصر بن علي النعيمي يأتي ويقدم أفعال، الثالث الكايدة حميد بن حران بن حميدان على المركز الثالث، غيرت مع المركز الأول، ناخذ المركز الرابع وتابع المركز الرابع الشامخة رغش بن حمد بن خيرات العامري، الخامس هملولة حمد بن علي بن مصبح بالخصم الاجتبي القادم على المركز الخامس، سادس المراكز وتابع التدخل في هذه اللحظات من عمق الميدان، الوصول والانطلاق من قبل القادمة مع هذه التحديات والانطلاقات، هذه اللي وصلت ندوة القادمة، زايد بن حمد العويسي القادم الشاعر يقدم ندوة على المركز الخامس والمركز السادس، نتابع المركز السادس غازي سالم بن عبد الله بن محمد اليابري القادم المقدم غازي مع هذه الانطلاقات، وشعار عتيج بن مطر بن حسن القبيشي القادم مع مرضي الواصلة على المركز السادس وسابع المراكز، هذه شفا لمحمد بن خلفان بن غليطة الغفلي على المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن، وتابع الزفنة بالدحبة من سعيد العفاري قادم مع القابضة، مع القابضة، وتابع المركز التاسع، المركز التاسع شواهين زاهر بن فايل بن خريبيش العويسي، المركز العاشر، المركز العاشر، الدخول والانطلاق من قبل الواصلة بشاير لسلطان بن غفي الغفيلي القادم مع هذه الانطلاقات، هكذا هي النتيجة، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة، وتابع الأسماء القادمة، الشعارات الواصلة ولكن بعود إلى الصدارة مع التغيير، الكايدة الكايدة اللي غيرت على المركز الأول، حميد بن حران بن حميدان على المركز الأول وعلى الصدارة، مرضية القادمة مرضية، عتيد بن مطر بن حسن القبيشي القادم، هملولة هملولة حمد بن علي بالخصم الاجتبي القادم، شوفوا تابع من القادم، القابضة الزفنة بالدحبة العفاري القادم مع القابضة، والوصول والانطلاق من قبل الشامخة رغش بن حمد بن خيرات العامري، كل الأسماء وصلت، فتنة القادمة عمر بن محمد بن بدر العامري، وأول نداء لهذا الشعار، تابع الأسماء، تابع الشعارات، سلطة وصلت، جابر بن حسين بن مسعود الأحبابي قادم مع سلطة، الموقع الكيل الأخير، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، مرضية على المركز الأول، مرضية وعتيج بن مطر بن حسن القبيسي على المركز الأول، المركز الثاني، وتابع في هذه اللحظات شعار بن خيرات حمد بن سهيل بن خيرات وصل في هذه اللحظات، غير مع الصدارة والمقدمة، جدار جدار القادمة جدارة مع هذه اللحظات، جدارة سيد بن حمد هنا القادم ملك سبي مع هذه اللحظات، الأمتار الأخيرة كنج الهباب وصل مع توثيق القادمة حمد بن عتيج المقعودي، الفلاسي سلام بن خيرات يطلق اسمين، يطلق مع فتنة، فتنة وبن بدر، بن بدر العامري، بن بدر العامري، بن خيرات عتيج بن مطر بن حسن القبيشي، وكنج الهباب قادم على المركز الرابع، ولكن خلاص اليمامة 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 اليمامة، سالم بن سهيل بن خيرات العامري، سلام المصانع الجنوبية، سلام اليمامة اليمامة، ما شاء الله.
سلام القطاع الجنوبي، تهانينا والناموس لسالم بن السيل بن خيرات العامري على فوز اليمامة بالمركز الأول. المركز الثاني شارع تيج بن مطرب حسن القبيسي بن بدر العامري على المركز الثالث، مع فتنة المركز الرابع شعار المقعودي كينج الهباب، والخامس جدارة على المركز الخامس لسليم بن حمد بن سالم الكتبي. هكذا هي النتيجة، عودة مع اليمامة والتوقيت الزمني في الأربعة كيلومترات. تهانينا والناموس، القطاع الجنوبي يحتفل خمس دقائق 54 خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن سيل بن خيرات العامري، مرضية خمس دقائق 57 لاعتيج بن مطرب الحسن القبيسي المركز الثاني، بن بدر على المركز الثالث قدم فتنة عمر بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري. تهانينا والناموس. يستمر التواصل مشاهدينا الكرام في كل مكان، وانطلاقتنا الرابعة في هذا اليوم، حيث نسير مع رابع الأشواط.